يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده والسادسه تحياتي لحضراتكم. كلام كتير طبعا عن النادي الاهلي وكلام كتير عن منتخب مصر قبل اللقاء المنتظر. احنا خلاص بنتكلم في 3 4 ايام الجمعه اللي جايه تحديدا يكون الماتش اللي في منتهى الاهميه الحقيقه في مواجهه ليبيا. بس قبل ما ادخل في موضوعاتنا وقبل ما نتكلم في تفاصيل حلقتنا خليني الحقيقه اتكلم على موقعة الانفيلد اللي العالم كله الحقيقه بيتكلم عليها وتحديدا صلاح المدهش الحقيقه. صلاح في اروع مستوياته الحقيقه. يمكن طبعا هدفه اللي احرزه امبارح الهدف الثاني في مانشستر سيتي العالم كله الصحافه العالميه كلها بتتكلم وبتتغنى باسم محمد صلاح في الوقت اللي بشوف انه الفرصه بقت متاحه لاول مره من فتره طويله جدا انه صلاح اصبح الطريق امامه ممهد انه يحصل على البالون دور. كريستيانو رونالدو مش هو كريستيانو رونالدو اللي شفناه مع الريال ولا حتى اللي كان موجود مع اليوفي رغم بدايته القويه مع المان يونايتد، لكن كمان ما تقدرش تقول ان هي دي النسخه الاصليه من الدون. وكمان ميسي اللي بعتقد انه هيعاني وبيعاني بالفعل مع بي اس جي، وبالتالي الحقيقه فرصه صلاح كبيره جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله انه يوصل لجائزه افضل لاعبي العالم. لكن الحقيقه اللي عايز اتكلم فيه النهارده مش ماتش امبارح قوي ومش هدف صلاح الممتع والرائع الحقيقه الهدف المارادوني اللي احرزه مع ليفربول ضد مانشستر سيتي، لكن الحقيقه عايز اتكلم مع حاجه تانية، حاجه يهمني اقولها لكل لاعيبه مصر بالذات اللي طالعين بالذات الاجيال الجديده اللي شايفه وتربت وبصت على نجاحات نجم مصري مكسر الدنيا والعالم كله النهارده بيتكلم على نجاحه وعلى امكانياته. ايه اللي وصل صلاح ببساطه شديده جدا، سؤال بسيط، ايه اللي وصل صلاح للمكانه دي؟ مهارته، سرعته، قوته، موهبته، امكانياته، كل ده طبعا شابوه واحترام ما حدش يقدر ينكره على محمد صلاح، لكن مش ده او مش دي هي الاجابه الحقيقيه على السؤال. الاجابه الحقيقيه على السؤال لاي حد بيحلم ينجح ويوصل لمرتبه عاليه جدا ويلعب في انديه من اكبر انديه العالم هي العقليه. العقليه اللي وصلت محمد صلاح للمرحله دي، عقليته الاحترافيه. حط كل المواهب وحط كل الامكانيات على جنب وركز مع العقليه والاصرار والعزيمه والاجتهاد والالتزام. كل ده معاني اساسيه جدا لاي حد عنده رغبه في انه ينجح في ملعب اوروبا وانه يلعب مع اكبر الانديه. مواهب كتير جدا مرت على الكره المصريه محدش قدر يحقق ربع اللي حققه محمد صلاح. اتمنى انه يكون بيقدم درس يتعلم منه، لان انا نفسي اشوف الحقيقه وشايف ان احنا نستحق يبقى عندنا 10 محمد صلاح في ملاعب اوروبا. مبروك طبعا عمرو السوليه في الاهلي لمده 3 سنين جايه، وهنتكلم طبعا عن تجديد عقده. وخلينا نروح لاهم اخبارنا والعناوين.